قصيدة قيام ليلى العطار إلى روح الفنانة التشكيلية العراقية ليلى العطار. شعر يعقوب جواد. أغمس فرشاة بالقار، أغمس فرشاة بالقار، وألون بالأسود كل عصافير الدار، وأصيح بعشاق القتل كفى. أوليس كثيرا أن تقتل ليلى العطار؟ أغمس فرشاة بالقار، وألون بالأسود كل عصافير الدار، وأصيح بعشاق القتل كفى. أوليس كثيرا أن تقتل ليلى العطار؟ الليلة كانت عشتار على ألم، الليلة كانت عشتار على ألم، تتساقط كالدمع الحار. كان الحزن بعيني بغداد يغيم على كل زقورات الأجداد، ونساء من أور والوركاء يندبن الأخوة والأبناء، لكن الشهداء كانوا يضعون على الياقات زهورا حمراء ويغنون بإصرار. من يقدر أن يمحو من ذاكرة الدنيا وطنا في هيئة ليلى العطار؟ لكن الشهداء كانوا يضعون على الياقات زهورا حمراء ويغنون بإصرار. من يقدر أن يمحو من ذاكرة الدنيا وطنا في هيئة ليلى العطار؟ من يقدر أن يمحو من ذاكرة الدنيا وطنا في هيئة ليلى العطار؟ ينهض من تحت رماد المأساة عراق، محروس بملايين العشاق. ينهض من تحت رماد المأساة عراق، محروس بملايين العشاق. عراق بعيون حور وشفاه تمر، ووراء الظهر يسيل الأبنوس إلى الخصر. يغمس فرشاة بالصبر ويلون بالأخضر والأحمر كل عصافير العمر، فتموج اللوحة بالأزهار ويصير النهران إطار، وتضحك ليلى العطار، وتضحك ليلى العطار. يعقوب جواد.